ده قضاء مصر الشريف والنزيه بيقوله. مين يا حبيب قلبي؟ هاي هات يا نجم. مين يا كابتن؟ استاذ مصطفى عبد الخالق، اهلا بيك اهلا بيك. ايه يا كابتن مصر ازيك؟ علي صوتك يا عم، علي صوتك حبيبي حبيبي. مبروك يا عم الحكم بتاع امبارح وانتهاء مرتضى الى الابد واستمرار اللجنه الحاليه، ومبروك عليك العضويه، ومبروك على الزمالك كارترون. وعاوزين نعرف راي الرجل المحترم دكتور مصطفى عبد الخالق، استاذ فنون تطبيقيه حضرتك ولا فنون جميله؟ جميله. يلا استاذ. ايوه يا عم، فنون جميل عشان انت راجل جميل. قول لنا كيف ترى المرحله القادمه لنادي الزمالك؟ لا هو خلينا علي صوتك بس، وانا كل ما اجيب واحد يقعد يتنحنح. حبيبي يا ابو مصر، المبروك اللي يستاهلها نادي الزمالك اسمه كانه ان رجع لاهله وناس واعضاء جمعيه الاموميه الاصليين، مش اللي انتسبوا على النادي. ايوه، مش اللي جم مؤخرا. جم في زمن صعب علينا ان احنا نوصف، ما نقدرش نغلط في الزمن، لكن جم في ظروف ومناخ ما يستاهلوش ان هم كانوا يقعدوا في يوم من الايام على رئاسه النادي يعني. فخليني اقول لك البلبله اللي موجوده دلوقتي بخصوص الاحكام اللي حضرتك بتسمعها، اذا كان في مركز تسويه التحكيم او في الاداريه، واحنا كمان المحكمه المدنيه. ايوه. ده ايه؟ سميها كده، في امثله كثيره بقى دي بالوصف ده. اعمل ما بدالك. ايوه. الزمالك مش ليك تاني خلاص، لان انت اخطات في حق الزمالك. ايوه. وعملت لنفسك لائحه ملاكي. ايوه. ولو انت اكبر محامي ما تروح تدافع بقى وتورينا. ايوه. ولو انت محامي شاطر. ايوه. وراجل ايديك نظيفه ما تروح النيابه وتقول لهم انت مستنيهم ليه؟ ايوه. مش انت راجل طاهر وشريف وما تعاملتش مع المال العام. ايوه. وما كنتش اهل ليه؟ هتطلع بدل ما احنا بنتكلم فيديوهات، وبدل ما احنا بنتكلم على اليوتيوب، وبدل ما بدات القناه ما تطلعكش، وبدل ما كلفتنا 40 مليون عشان تطلع لهزازين الراس وتتكلم، ما تطلع كده بجدعانه كده وبرجوله وتروح النيابه، نيابه الاموال العامه العليا، وتقول لها تعالوا حققوا معايا. ايوه، هو ده اللي انا بقوله. الدكر يروح النيابه بس كده، عشان بس الناس هتروح. نازل الانتخابات يا مصطفى بيه ولا لا؟ ان شاء الله. طيب مين مرتضى؟ هل يحق له الترشح؟ مين يا ريس؟ مرتضى هل يحق له الترشح؟ حتى تاريخه اللي هو اللي رافع بيه على حكمه بتاع الاربع سنين، الايقاف بتاع اللجنه الاولمبيه بتاع ميثاق الشرف الاولمبي، ولسه ما انتهاش الحكم النهائي ليه. لكن انا بقول لك ان هو قبل التوقيت ده هيبقى زيه زي بقيه اعضاء المجلس اللي كانوا معاه، اللي اهدروا المال العام، واللي تسببوا في تسهيل الاستيله على المال العام، واللي تسببوا في الاضرار بمال العام. كل كلمه بقولها دي ليها باب وبند في القانون، هيكون ساعتها هم متهمين وعليهم باهدار المال العام. باهدار. الله عليك. احنا في وقت الناس بتروح وتدي في الكلام مؤيد ومعارض، وهو اوهم جماهير كبيرة وأعضاء كتيرة في النادي إنه صاحب إنجازات. خليني أقول لحضرتك، الزمالك دخلوا أكتر من 4 مليار جنيه ما عملش بيهم طوبة في الفرع الجديد. أيوة. ما عملش طوبة في الفرع الجديد، 4 مليار جنيه وأكتر، عشان يعني خانتني ذاكرة الأوراق مش قدامي، كلهم راحوا في الملعب هنا في النادي في الفرع بتاعنا بتاع بتوابع. أيوة. وفي التغيير وفي شراء لعيبة وفي أجور ومرتبات. الزمالك رحنا مقدراته المالية لسنين جاية، دخل أكتر من 40,000 أدوية عشان كنت تطلبهم لأدوية النادي، 40,000 لو بتضم كل سنتين، كل سنة 2003، يعني خدت من عمري 20 سنة من تاريخ النادي لحمتني، والفلوس ضاعت مش موجودة. والدليل المجلس المؤقت والمرحلة الانتقالية دي مش قادرة تمشي عشان ما عندهاش مدخلات ولا فلوس تمشي حال النادي. كل دي مشاكل. ان شاء الله المشاكل دي كلها تتحل، ويجي ناس محترمه تدير نادي الزمالك في المرحله القادمه. شاكر لحضرتك دكتور مصطفى عبد الخالق، الف شكر يا كابتن ضي. يا كابتن ضي ازاي حضرتك؟ يا كابتن ضي، كابتن ضي السيد طبعا ما حدش قده دلوقتي، عمال يرازي في الواد علي ابنه عشان علي زملكاوي وهو اهلاوي، ده يقعد يرازي فيه بقى. ما تصبر، الزمالك هيكسب بالليل ان شاء الله، وكله هيفرح ان شاء الله. يا عم اسم الفندق بانوراما الفيوم. يا كابتن ضيا ازاي حضرتك؟ الحمد
الله يسلمك. عامل ايه يا كابتن؟ معاك اونكل ابو المعاطي زكي اسطوره اليوتيوب وعالم ما وراء البحار. ازيك؟ احدثك من الفيوم، من فندق بانوراما الفيوم. اهلا بيك. انت مالك قاعد بتتكلم كده بتناكه بحكم بعد ما كسبت ثلاثه يعني عشان كسبان ثلاثه بتكلمني بالغرور ده وبالاريحيه دي؟ ده شكلك متكئ على الاريكه يا كابتن. انا مرتكئ وبتفرج اصلا الماتشات كتيره النهارده. ازيك يا ابو المعاطي؟ الله يخليك يا كابتن. ايه رايك في الماتش يا كابتن؟ لا ماتش كويس، في عقلانيه وفي اداء متوازن بشكل كويس. علي صوتك بقى. اهم ما فيه ان الاهلي دافع كويس. ايوه. فلما توفرت الهجمات بشكل كويس جبنا جوان، كان في توفيق وكان في اداء رائع في احراز الاهداف. ايوه. فاللي انا عايز اقوله انك كل مره هتدافع كويس انت تقدر تعمل هجمات. ايوه. تقدر تسجل، لكن اهم حاجه انه ما يدخلش في الجول. ايوه.